اللعب وده بيرفرف على أرض الشام، على أرض الشام، على أرض الشام. السلام عليكم، يسعد أوقاتكم بحلقة جديدة من برنامجكم ريحة وطن. خليكن معنا فقرة شوية ضوء. صديقي الشاعر قال: بلا المكياج عندي أنت أحلى وأشهى من ملايين النساء، أحبك هكذا من دون لون سوى لون التغنج والحياء. في دكتور جامعي قال لي مرة: والله أنا تعبت، جبت كل ألوان الأقلام وعم حاول أكتب فيهم على اللوح، بلكي الطلاب بيركزوا بألواني وبيفهموا علي شو عم أشرح، لكن عبث، كل انتباههم لوجه طالبتي المجدة، الألوان اللي بتحطها كل يوم على وشها تبهر الكل، حتى أنا ما عدت أعرف ركز بالدرس اللي عم أعطيه. فظيعة، كيف بتلحق كل يوم وتحط كل هالألوان وبهالترتيب؟ عجيب. وأنا بقول إني ما بعرف مين قال للصبايا بناتي وخواتي إنه كل ما لونتي وجهك أكتر رح يحبوكي العالم ورح تكوني واثقة من نفسك أكتر. ليش ما تجربي ترجعي للونك، لونك الحقيقي اللي بيفرجينا براءتك ونضارتك، حتى لو ما كانت موجودة رح تصير وتتكون بملامح وجهك، رح يشع الضوء اللي جواتك وتسمحي للسماحة والحب يطلعوا ويبينوا، رح تخلي انفعالاتك واضحة، إن فرحتي رح يشرق وجهك وتبيني مثل السما الصافية بأيام نيسان، وإن حزنتي رح يحمر وجهك ورح يبين ألمك بإشراقة كمان، وبجوز بشوية دموع منعشة لفؤادك، دموع صافية وبيضة. أبداً ما تخافي من الكحل شرشر على وجهك، وما تخافي، ما رح يوقف شي بينك وبين اللي قاعدة معهم، رح يحسوا فيكي وبأحزانك ورح تتخطي كل الحزن مع اللي حواليكي. لما تغضبي رح تعرفي إنه وجهك وعيونك الصافيين رح يخبروا اللي حواليكي، ورح تحاولي من جواتك تخبي الغضب وتنسيه وتصلي على النبي ألف مرة قبل ما تحكي شي ما لازم تحكيه. رح ترجعي جميلة وبريئة وأميرة بجمالك الطبيعي اللي مهما غيرتي فيه رح يكون الأصل أحلى وأحلى بكتير. المكياج له مكانه ووقته، ولما بيكون دائم على وجهك رح يقيدك ويخنقك، رح يلبسك ويشوهك وما رح يرضى يتركك. وإذا بشي يوم بيشوفوك العالم بلا مكياج كلهم رح يستغربوا: خير؟ شبك؟ ولي على قلبي؟ أكيد مريضة. مين زعجك؟ قوليلي وأنا بتصرف معه. مين مات؟ طمنينا. وهيك رح تتعرضي لكتير من الأسئلة والاحتمالات، ورح تتعبي وتقولي يا ريت ما شلتك يا المكياج. بس بعد كم يوم رح يتعودوا الناس، يتعودوا على وجهك الحقيقي وعلى صفائك الداخلي اللي عم يظهر مع وجهك النقي من كل الشوائب المصطنعة. طبعا أنا ماني ضد المكياج أبدا، بس بدي تظهر روحك الحقيقية على وجهك لأعرف شوفك وأقرأ جمال قلبك. وبالنهاية لازم تتأكدي أنه الشغلة مو بالشكل، لأنه هذا خلق الله وخلقنا متفاوتين بالجمال، مو هذا مو بإيدنا، وإنما اللي بإيدنا نشتغل على الجمال الداخلي اللي لابد إنه رح يظهره وما نخبيه وراء أقنعة الألوان والأشكال اللي ما أنزل الله بها من سلطان. وما تنسي دعاء النظر للمرآة: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وعلى فكرة مو بس صديقي الشاعر بتعجبه الأنثى بلا مكياج، في كتير شباب بيعجبهم بس ما بيحكوا. بتمنى تقدري تكوني قوية وتتخذي خطوة إيجابية ورح ترتاحي بعدها أكيد. ريحة وطن رح تكون اليوم من درعا.
درعا تقع في الجنوب السوري شمال الأردن، وتعرف بالتراث العربي باسم الذرعات. تعتمد المحافظة في اقتصادها على الزراعة، إذ تتميز بسهولها الخصبة ووفرة مائها، وتشتهر بزراعة الخضروات بشكل عام والزيتون بشكل خاص. فيها الكثير من معاصر الزيت، وهي بحد ذاتها تعتبر سلة غذائية فخمة. لما بتمشي بشوارع درعا رح تحس برعشة ورهبة حضارية، رح تحس بأنها مهد حقيقي للفكر والعلم، فهي تعتبر من أقدم المدن العربية، واللي بيعود تاريخها للألف الثالثة قبل الميلاد. وبكل مرحلة من مراحل التاريخ والدول والغزاة كانت دائماً رقم صعب في وجههم، من رومان وفرس وإغريق. في أوائل الفتح الإسلامي استقبل أهل درعا الخليفة عمر بن الخطاب بعد معركة اليرموك استقبالاً رائعاً، وأمر الخليفة عمر ببناء الجامع العمري الذي ما زال إلى الآن أيقونة شامخة ومن أهم معالم مدينة درعا. وأهل درعا لهم اسم محبب لهم، هو الحوارنة بسبب نسبة إلى سهل حوران. ولحوران مزيج حضاري من القبائل والعوائل اللي بيمتازوا بالكرم وحسن الضيافة. في زيارتك لابد أنك تنعزم على أكلة مليحي، واللي بتتكون من برغل وجميد ولحم كباب مقلي وسمن عربي. أهم المواقع الأثرية في مدينة درعا المدرج الروماني، ويقع ضمن القلعة، يقام عليه مهرجان دولي كل عامين، ويعتبر المسرح الأجمل والأكمل في العالم. الباب الغربي أو ما يعرف بباب الهوى. الحمامات الرومانية والتي بنيت في القرن الثاني الميلادي. معبد حوريات الماء. السوق الرئيسية. الحمام الإسلامي ويعود تاريخه إلى القرن السابع الميلادي. الجامع العمري أو جامع العروس، بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قصر الإمبراطور تراجان ويعود إلى القرن الثاني الميلادي. قصر النصر الروماني ويعود إلى القرن الثالث الميلادي. السوق الأرضية أو السوق تحت الأرض. سرير بنت الملك. جامع مبروك الناقة ومحرابه الأثري، حيث جلست ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. جامع فاطمة. الكاتدرائية البيزنطية تعود للقرن الرابع الميلادي. الباب النبطي يعود للقرن الأول الميلادي. والشارع المستقيم، وهو ما يربط المدينة بالباب النبطي، أرضيته مرصوفة بالحجارة، على جانبيه بقايا أعمدة وتيجان مزخرفة، بني في القرن الثاني الميلادي، كشف عنه حديثاً وأعيدت الأعمدة في جانبيه من قبل المديرية العامة للآثار. مدخل المدينة أو باب الهوى، وهو أول ما يراه السائح عند قدومه من الغرب، ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الثاني الميلادي. السوق الأرضية ويعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني الميلادي، وتقع في الجهة الشمالية من الشارع المستقيم الواصل بين مدخل المدينة الغربي والباب النبطي عند تقاطعه مع الشارع القادم من نبع الجهير. القوس المركزي أو باب القنديل ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث. الحمامات المركزية وتتألف من صالات متعددة، وتنفتح على الشارع المستقيم بمواجهة هيكل حوريات الماء، وفيها أقسام البارد والدافئ والحار، ولا تزال الصالة الوسطى محتفظة بسقفها على شكل قبة. الكليبة ويطلق عليها اسم سرير الملك، وهي مكان ديني لم يبقى منه إلا بعض جدرانه وعمودان يحملان حجراً أشبه بالسرير. البركة الشرقية وتقع شرق المدينة، تستخدم كخزان للمياه، يغذيها وادي الزبدي بواسطة قناة. بنيت في عصر الأنباط، وكانت البركة متصلة بالمدينة بواسطة أنابيب داخلية تنتهي بسكر يفتح عند اللزوم. بركة الحاج بنيت في العهد الأيوبي لتأمين سقاية الحجيج المارين ببصرة أثناء ذهابهم إلى مكة والعودة منها. الباب النبطي
يقع في نهاية الشارع المستقيم، يعتقد أنه كان بداية لقصر الملك رئبال الثاني النبطي، قصر تراجان، ويقع بين الباب النبطي وبركة الحاج، وما زالت أكثر أقسامه واضحة. مدرسة أبي الفداء، ويطلق عليها السكان اسم جامع الدباغة، وتتكون من صالة وست غرف. قصر رئيس الأساقفة، ويقع على بعد أمتار قليلة إلى الشرق من الكنيسة الكاتدرائية، ويعد من أهم وأجمل الآثار المعمارية في سوريا. ويقع أيضاً بين مبنى المعبد النبطي وبركة الحاج، ومن المحتمل أن يكون القصر مقراً لحاكم الولاية العربية. الصنمين، وتقع على طريق دمشق درعا، فيها معبد روماني وثني يعود تاريخه لعام 191 ميلادي. المزيريب، وتشتهر بمناظرها الخلابة وببحيرتها الواسعة وطواحينها المائية القديمة التي ما زالت تعمل حتى الآن، وفيها مقصف سياحي يؤمه السياح بأعداد كبيرة. شلالات تل شهاب، تقع على بعد 17 كيلومتر إلى الغرب من مدينة درعا، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة. زيزون، وتطل على عدد من الوديان الجميلة، تشتهر بشلالاتها ومناظرها الطبيعية الجميلة، يوجد فيها منتزهات ومقاصف سياحية لاستقبال الزوار. أما نوى فمن أهم معالمها مقام الإمام النووي. فقرتنا الجاية من ينابيع الوطن. المقدم ياسر العبود، شخصية عسكرية معروفة، حوران المنشأ، التحق بصفوف القوات المسلحة عام 1985، لكنه شق عن جيش النظام باكراً، متضامناً مع شعبه الثائر المطالب بالحرية والكرامة عام 2011، وكان من أوائل المشقين. استشهد في 21 من تشرين الأول عام 2013 بقذيفة مدفعية أثناء الاشتباكات الدائرة في محيط مركز الأغرار بمدينة طفص بريف درعا خلال معركة توحيد الصفوف. لغتنا هويتنا، فالشوق يا فتانة لو تعلمين، تئن من أشجانه أعطى الكواهر. فتذكري كم مر غيث العشق يحمل شهقتي، ينثار منها القطر والسهل المخضب بالندى، يهتز من رقص السنابل. كم واشيا في فجر نصرك بث لي، صدق المقال ويا له من قائل. حوران وجهة من يشد رحاله للبحث عن وجه الكرامة مشرقا، بل قبلة للمجد تعرفها المسالك والقوافل والمراكب. وليد الرشيد الحراكي، من مواليد قرية المليحة الغربية التابعة لناحية الحراك عام 1963، مقيم في مدينة حماة لمدة 30 عاما، طبيب بيطري من جامعة حماة، مقيم في ألمانيا بعد خروجه من سوريا بسبب اعتقاله في عام 2011، متزوج وله 3 أولاد. بدأ بكتابة الأدب في سن مبكرة، وفي عمر 14 نشرت له مقالة في جريدة أردنية. في الجامعة أسس جريدة مطبوعة ونشر فيها المقالة والنثر وبعض الشعر، وأسس أيضا في الجامعة فرقة المسرح الجامعية في جامعة حماة، شارك فيها كممثل وكمخرج، يكتب القصة القصيرة، وقد نشر له في بعض المجلات الورقية والإلكترونية
منها مجلة الواحة والجسرة القطرية. كان أحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة الشعراء والشواعر في رابطة الشعراء العرب، وقد طبعت له قصيدة ضمن ديوان قصائد الثلاثين، وفي ديوان آخر اسمه قصائد شواعر العرب. يعكف حالياً على كتابة رواية بعنوان ثابت يولد مع الدماء مرتين، وهو بانتظار نشر ديوان شعري جديد. رح نبقى هلأ مع فقرة لك ولك. أنتِ في العمل كوني على ثقة بأني أريد لك التميز. أنت في العمل عاميني كندة لا كعدوة. حكيمنا اليوم رح يحكي لنا عن البرغل. البرغل هو حبوب الحنطة المسلوقة المجروشة، غذاء كامل، ويعتبر الغذاء الرئيسي بديل للرز عند أهل الشام وخاصة السوريين وعند الأتراك أيضا. يحضر البرغل من حبوب الحنطة الجيدة، حيث تنظف من الشوائب وتسلق ثم تجفف، وبعد ذلك تجرش بمجارش يدوية أو آلية. يدخل في كثير من الأكلات والطبخات الشعبية والفخمة أيضا، من التبولة للكباب أنواع، لبعض الشوربات والمجدرات وحتى المحاشي. البرغل مصدر جيد لفيتامين باء، ويحتوي على نسبة عالية من المعادن، فهو غني بالحديد والفوسفور والزنك، وكمان غني بالألياف. ومثل ما بنعرف البرغل قمح مسلوق، يعني نصف مطبوخ، يؤكل نيء مثل بالكبة النية، وسهل الطبخ بالعادة. وأجدادنا قالوا قديماً البرغل بسامير الركب. رح نبقى هلأ مع فقرة هاشتاج وطني. كلما حاولت أن أهرب من شوقك وأغمض عيني، أتيتني في المنام وطنا بهيا مشمسا، وأغلقت من خلفك الأبواب. وطن بتضل تدور الأيام وتحمل معها الأحلام، والمجد معلق أبوابك برفرف على أرض الشام. وبتحمل معها الأحلام، والمجد معلق أبوابها.